السيدات والسادة، يهم جامعة الدول العربية شهر ونصف على وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة والذي استمر العدوان عليها أكثر من 50 يوما. انطلق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة وسط تشكيك دولي من قدرة هذا المؤتمر بالخروج بمتطلبات القطاع الحقيقية والوفاء بالتزامات الدول المانحة. ويشارك في المؤتمر نحو 30 وزير خارجية و50 وفدا من دول مختلفة، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وتمثيل للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. هنا في القاهرة الجديدة السيسي افتتح المؤتمر داعيا الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه ودعم الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى الجهود لاستئناف المفاوضات بين الطرفين حول القضايا العالقة. يمثل هذا المؤتمر خطوة هامة لا غنى عنها لدعم الجهود المصرية التي انطلقت منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في غزة، فلقد حملت مصر على عاتقها مسؤولية حقن الدماء والحفاظ على أرواح الفلسطينيين الأبرياء وصيانة مقدرات الشعب الفلسطيني، وواصلت مساعيها دون كلل منذ أن أعلنت مبادرتها لوقف إطلاق النار، حيث رعت عدة جولات تفاوضية خلال 51 يوما من القتال. من جهته الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة إلى المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال، آملا أن يحقق المؤتمر غايته المنشودة في تحقيق إعادة الإعمار. إنما جرى من عدوان إسرائيلي وما نتج عنه من دمار ومآس في قطاع غزة أمر لا يمكن احتماله ولا يمكن المرور عليه دون محاسبة، ومع ذلك فإننا سنواصل العمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية والجهات ذات العلاقة لاستمرار التهدئة وتثبيتها. وللوقوف في وجه الذرائع لتأخير إعادة إعمار القطاع، حركة حماس الطرف المحوري على الأرض أكدت تهيئتها لكل الظروف الداعمة للجهود الدولية، بالإضافة إلى حرصها على أن تجري العملية بأحسن صورة وبأسرع وقت ودون عراقيل بهدف خدمة الشعب في غزة المتضرر جراء الحرب الأخيرة. لكن من جهة أخرى، الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال تتمسكان بأن تشرف الحكومة الفلسطينية لا حماس على عمليات إعادة الإعمار بدعوى ضمان توجيه الأموال إلى جهود الإعمار والخشية من استخدام جزء منها في تسليح الحركة. ووسط الشكوك بوفاء المانحين في المؤتمر، ينظر سكان قطاع غزة إلى المؤتمر باعتباره خطوة عملية أولى نحو إعادة الإعمار، ويأملون أن تساهم قرارات المؤتمر في تعجيل إعادة الإعمار. مصعب الشريف، اليرموك.